لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، نتناول اليوم إن شاء الله عز وجل من دروس فقه الصيام أركان الصيام. احنا قلنا تعريف الصيام هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. يبقى احنا كده هنستفيد من التعريف ده ان أركان الصيام ركنين. الركن الأول هو النية، اللي هو لما قلنا التعبد لله يبقى كده عندنا نية. والركن الثاني الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. يبقى الركن الأول هو النية، والركن الثاني الإمساك عن المفطرات. الركن الأول هو النية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية، أي عبادة لابد لها من نية، وعبادة الصيام لابد لها من نية. طيب، في شوية تفاصيل بقى. النية دي متى تكون؟ بالنسبة لصيام الفرض لابد أن تكون النية من الليل، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لصوم النفل فيمكن أن ينوي الإنسان من النهار، بشرط أنه يكون لم يتلبس بمفطر بعد طلوع الفجر. يعني فرضنا مثلا واحد الساعة 9 الصبح بدأ له أن يصوم، وما كانش ناوي يصوم من امبارح بالليل، فالساعة 9 الصبح قرر أنه يصوم، ينفع ولا ما ينفعش؟ في صيام النفل ينفع، بس بشرط يكون من الفجر لغاية الساعة 9 الصبح دي لم يأكل، لم يشرب، لم يجامع، ما ارتكبش أي مفطر من المفطرات. قرر الساعة 9 الصبح أن يصوم، يبقى يبدأ يصوم، ما فيش مشكلة، ويكمل لغاية غروب الشمس، ويحسب له صيام اليوم. على خلاف ما بين أهل العلم، هل الأجر اللي هيحسب لي من لحظة ما نوى ولا يحسب لي الأجر من الفجر؟ دي مسألة خلاف، وفضل الله عز وجل واسع. المهم ان هو اليوم هيحسب ليوم صيام، يبقى كده صام اليوم مع انه ما نواش من الفجر. الكلام ده فين؟ في النفل. اما في الفرض فلا بد من تبييت النية من الليل. صيام رمضان لا بد عند جمهور اهل العلم من النية من الليل. الليل دي مقصود بيها يعني قبل طلوع الفجر الصادق ولو بلحظة. يعني لو واحد قبل الفجر بلحظة نوى مفيش مشكلة، او من بالليل نوى مفيش مشكلة، انما المهم انه ما يدخلش عليه اليوم وهو لسه ما نواش. يعني فرضنا واحد مثلا مسافر، يجوز ليه ان هو يفطر او يصوم، ينفع كده وينفع كده، فلسه متردد، ما قررش ان هو يصوم او ما يصومش، وقعد متردد بالليل لغايه ما دخل عليه وقت الفجر، وبعدين بعد ما صلى الفجر قرر ان هو يصوم. لا، ما ينفعش، لازم يكون ناوي نيه جازمه قبل دخول الفجر، قبل دخول وقت الفجر الصادق، اللي هو معنى كلامنا ان احنا بنقول من الليل دي قصدنا قبل الفجر. طيب، في مسألة مشهورة فيها خلاف ما بين اهل العلم، وان كان يعني ثمرتها في الحقيقة يعني مش قوية، اللي هي مسألة هل يلزم لكل يوم نية من الليل ام تكفي نية في اول الشهر؟ يعني لازم كل يوم بالليل الواحد ينوي صيام تاني يوم، ولا تكفي نية واحدة في اول الشهر؟ الجمهور بيقولوا لازم نية كل يوم بالليل. المالكية بيقولوا لا، تكفي نية أول الشهر. طب هو دي هتفرق معنا؟ في الغالب يعني مش هتفرق معنا كتير، بس يعني ليها صور ممكن تتحقق بها المسألة. زي ايه كده مثلا؟ زي لو واحد مثلا جه في يوم في وسط رمضان نام قبل المغرب صحي بعد الفجر، يبقى هو طول الليل نايم أو أغمى عليه قبل المغرب أفاق بعد الفجر، يبقى هو طول الليل مغمى عليه، يبقى هو ما وقعش منه نية بالليل خالص. هل تاني يوم بقى لما يفوق او لما يصحى الصبح صيامه ده كده محتسب ولا مش محتسب؟ الجمهور بيقولوا لا، مش محتسب عليه قضاء اليوم ده. ليه؟ لان هو ما نواش من بالليل. المالكيه بيقولوا لا، تكفي النيه اللي نواها في اول الشهر. الغالب دلوقتي ان احنا كل يوم بالليل بنبقى عندنا نيه ان احنا هنصوم بكره. خلي بالك النيه دي عباره عن ايه؟ عباره عن العزم الذي في القلب، القصد الذي في القلب. يعني انت في قلبك كده، في قلبك ان انت هتصوم بكره. النية دي مش بتتلفظ بيها، النية دي حاجة في القلب، محلها القلب. الغالب على الناس ان احنا كل يوم بالليل بيبقى في دماغنا ان احنا هنصوم بكرة، في قلبنا ان احنا هنصوم بكرة، فدي النية.
لكن فرضنا بقى ان واحد ما حصلش في قلبه كده، ازاي ما حصلش في قلبه كده؟ زي ما قلنا مثاله ان هو طول الليل كان نايم، طول الليل كان مغمى عليه من قبل الفجر، من قبل المغرب لغايه بعد الفجر. هل ده بقى ينفع له الصوم بتاع بكره ده، ولا عليه قضاء اليوم ده لانه لم ياتي بركن النيه من الليل؟ هي دي محل الخلاف. الجمهور بيقولوا لازم نيه من الليل، المالكيه بيقولوا تكفي نيه اول الشهر. ليه المالكيه بيقولوا كده؟ بيقولوا لان قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، مش المقصود منه ان هو ما نواش بالليل ونوى قبل كده فلا صيام له، لا، المقصود منه ما نواش في الليل ونوى بعد كده اللي هو من بعد الفجر. يعني من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. يعني عرفنا منها بمنطوق الحديث كده، او ان الصح يعني الصواب انك انت تنوي من الليل. طب ايه الغلط؟ يحتمل حاجتين. اول احتمال انك تنوي بعد الليل اللي هو بعد طلوع الفجر الصادق، وهو ده المقصود من الحديث. والاحتمال الثاني انك تنوي قبل الليل، يعني من نهار اليوم اللي قبله، او قبله بليلتين، او قبله بثلاث ليالي، او من اول الشهر. هل ده المقصود من الحديث؟ الملكيه بيقولوا لا، مش ده المقصود. المقصود من الحديث المنع من النيه بعد انتهاء الليل، مش قبل دخول الليل. فعشان كده الملكيه قالوا تجزئ نيه اول الشهر. الجمهور بيقولوا لا، ما هو النيه دي المفترض تكون قريبه من العمل، مصاحبه للعمل، عند اول العمل، قبله بيسير. فالشرع حدد ان قبلها بيسير دي هي الليل، فلا بد من نيه من الليل. عموما الخلاف في المساله قوي، وغالبا احنا مش بنتعرض للمسألة دي زي ما ذكرنا. طيب في نقطة مهمة، ان النية دي لابد ان تكون نية جازمة. يعني لو انسان عنده تردد في اصل النية فدي مش نية جازمة صحيح، لازم تكون نية جازمة. طيب الركن الاول ده اللي هو النية، كيف اكون ابطاله؟ بحاجتين. اول حاجة انه ينوي الفطر. الحاجة التانية ان يكون عنده تردد في اصل نية الصوم. تاني ازاي يبطل النية؟ حاجتين. اول حاجة انه ينوي الفطر اللي هو يبطل اصل نية الصوم، ينقض اصل نية الصوم. الصورة التانية انه يتردد في اصل نية الصوم. يعني فرضنا واحد صايم وجاء في نص النهار كده قال لا انا خلاص مش صايم، انا افطرت، ده كده افطر ولو لم يأكل ولو لم يشرب. الفرض التاني لو جاء واحد في نص اليوم كده قال له انا صايم ولا فاطر، صايم ولا فاطر، ده كده برضو ايه؟ متردد في اصل نية الصوم، فده برضو ايه؟ كده افطر. لازم يكون جازم من نية الصوم. مثال تاني، واحد بالليل متردد، جاء الفجر قال لا خلاص انا هفطر النهاردة، وبعد شوية قال لا انا هصوم، ده ما ينفعش، هو كده فطر اليوم ده. ليه؟ لان هو دخل عليه جزء من اليوم وهو ناوي الفطر، فخلاص ما حصلش نية الصوم. نية الصوم دي لازم تكون من الفجر لغاية في الفرض، من الفجر لغاية المغرب. او لو هو متردد زي ما قلنا، دخل عليه الفجر وهو متردد اصوم ولا ما اصومش، اصوم ولا ما اصومش، ودخل عليه وقت الفجر الصادق فعلا هو لسه متردد كده، يبقى ده كده لم يجزم نية الصوم، يبقى صومه غير صحيح. طيب تنبيه مهم، في فرق ما بين نية الفطر ونية تناول المفطر، وفي فرق ما بين التردد في أصل الصوم وما بين التردد في تناول المفطر. تاني بنقول في فرق ما بين نية الفطر ونية تناول المفطر. نية الفطر تنقض الصيام، نية تناول المفطر لا تنقض الصيام على الراجح. يعني ايه؟ واحد صايم وبعدين قال خلاص أنا فطرت، ده كده فطر ولو لم يأكل. اما لو واحد صايم وقال لما اروح البيت هاكل، انا دلوقتي صايم بس لما اروح البيت هاكل، بعد ما اروح البيت قرر لا مش هاكل، هكمل صيام، ده كده على الراجح صومه صحيح. ليه؟ هو لم ينقض نية صومه، ده بيقول انا صايم دلوقتي لكن لما اروح البيت هاكل، علق على الاكل، الاكل مفطر. طيب لما ياكل فعلا يفطر، ولو ما اكلش ما يفطرش. تاني يا جماعه عشان ناخد بالنا من النقطه دي، في فرق ما بين نية الفطر الان اللي هو واحد نوى ان هو نقض صومه، وما بين واحد ناوي ان هو هيتناول المفطر. هو صايم دلوقتي ونيته ان هو صايم دلوقتي، بس نيته ان هو هيتناول المفطر، ده امتى يفطر؟ لما يتناول المفطر فعلا، ولو ما تناولوش يبقى يظل على صيامه.
المسألة التانية، في فرق ما بين واحد متردد في أصل الصوم، يعني مش عارف أنا صايم دلوقتي ولا مش صايم، ده متردد في أصل نية الصوم، ده كده صومه غير صحيح لأن لازم يبقى جازم بالنية. إنما واحد تاني متردد يتناول المفطر ولا لأ، يعني بيقول أنا صايم دلوقتي بعدين متردد، طب آكل ولا ماكلش، آكل ولا ماكلش، ده كده على الراجح ما زال صومه صحيحا لأنه متناول متردد في تناول المفطر. إمتى يفطر؟ زي ما قلنا لما يتناول المفطر فعلا. أرجو أن تكون المسألة واضحة. طيب بالنسبة برضو للنية، احنا كده تقريبا مسائل النية معظمها كده مرينا عليها وقلنا ده الركن الأول من أركان الصيام. الركن التاني بقى من أركان الصيام هو ركن الإمساك عن المفطرات. واحنا قلنا ايه هي المفطرات المرة اللي فاتت. الركن التاني انك انت تمسك عن هذه المفطرات، لا تتناولها. طيب بالنسبة للركن التاني ده اللي هو الامساك عن تناول المفطرات من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس، افرض واحد تناول المفطر وهو مخطئ او جاهل او ناسي او مكره، يفطر ولا لا؟ لا، لا يفطر. يعني لو حصل ان واحد تناول مفطرا وهو مخطئ او جاهل او ناسي او مكره، ده لا شيء عليه. يبقى الامساك عن تناول المفطرات لو حصل انه تناول مفطر بعذر كأن لم يحصل شيء. ليه؟ للأدلة العامة زي رفع نومة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وعندنا أدلة خاصة في الصيام زي مثلا حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه لما نزلت آية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، كان بيعمل إيه؟ يجعل عقال أبيض وعقال أسود تحت وسادته، كان فاكر إن المقصود حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني تاكل وتشرب لغاية لما تبدأ تشوف بعينيك الخيط الأبيض والخيط الأسود تميز بينهما. فالكلام ده بيكون بعد ما الضوء بينتشر مش ببداية الضوء، والفجر الصادق زي ما هنقول بعد شوية لو لحقنا يعني الدرس ده، الفجر الصادق بيكون الضوء ده في السماء في الأفق لكن لسه ما انتشرش النور في السماء كلها، في بداية يعني بداية الفجر ما بيكونش لسه انتشر النور. فالمهم ان هو كان بيقعد ياكل ويشرب مدة طويلة بعد الفجر لان هو كان فاكر ان ده معنى الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه وقال ان وسادك اذا العريض، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه وبين له يعني ايه الفجر، قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له انما هو بياض النهار وسواد الليل، يعني تبقى شايف كده في الافق البياض بتاع النهار بدأ وسواد الليل قدام فوق، فهو ده معنى ايه الفجر. فانكر عليه وبين له خطأه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقضاء لانه كان جاهلا، فتدل على العذر بالجهل والعذر بالخطأ. وارد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت أفطرنا في يوم غيمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، يعني كانوا صايمين وجم بعد العصر كده الدنيا فيها سحاب كتير غمام كتير، ظنوا ان الشمس خلاص غربت ورا السحاب الدنيا ظلمة، فأفطروا ثم بعد ذلك انقشعت السحب وطلعت الشمس ولم تذكر قضاء، يعني لم تذكر انهم قضوا في قضوا ذلك اليوم. وكذلك في عهد عمر بن الخطاب حصل نفس الكلام انهم افطروا في يوم ثم طلعت الشمس من وراء السحاب، فقال الناس نقضي ذلك اليوم، فقال عمر لما والله ما تجنفنا لإثم، يعني ليه نقضي، احنا ما تعمدناش ان احنا ايه نأثم، وفي رواية الخطب يسير وقد اجتهدنا. فده كل ده دل على العذر بالايه بالخطأ. كذلك العذر بالنسيان، قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وكذلك العذر بالخطأ برضو حديث من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، اللي هو القيء ده جاء غصبا عنه ليس عليه قضاء، ده اللي برضو العذر بالخطأ. فكل دي أعذار يعذر بها الصائم. يعني نضرب مثال، مثلا واحد نسي أكل وشرب وهو صائم إنما أطعمه الله وسقاه، ده كده معذور. واحد أخطأ يعني دخل الطعام في فمه خطأ فده معذور،
مثلا واحد مثلا ماشي في الطريق جت حاجة بقه في بقه راح بلعها غصب عنه، او بيتمضمض فشرق غصب عنه راح بلع مية. مكره، واحد اكرهه فتح كتفوه فتح بقه بالعافية وصبوا الماء في فمه بالقوة، ده برضه معذور. الجاهل، واحد ما يعرفش مثلا ان الحاجة دي بتفطر الصايم وراح عملها، برضو ايه معذور. فالاعذار دي كلها يعذر بها الانسان ويبقى على صومه صحيحا ويتم صومه سواء في الفرض او في النفل. عشان في ناس بتظن ان هو لو نسي وكل وشرب وهو صايم في يوم نفل ان صومه كده انتقض، لا، الاعذار دي عامة في الفرض وفي النفل. طيب، يبقى احنا عندنا ركنين، الركن الاول النية، الركن الثاني الامساك. يعني زيادة كده على الهامش، يعني في بعض العلماء بينظروا في بيفرقوا ما بين النية والامساك، بيقولوا ان النية دي من باب فعل المأمور والامساك من باب ترك المحظور. القاعدة ان فعل المأمور يدخله العذر في الاثم فقط، اما ترك المحظور فيدخله العذر الكامل. بمعنى لو واحد مأمور بفعل حاجة ما عملهاش وهو معذور لا يأثم، لكن ما زال مطالب بأن هو يعملها. إنما ترك المحظور لو واحد فعل المحظور وهو معذور، يعني مثلا ناسي مخطئ جاهل، ده لا شيء عليه خالص، معذور عذر كامل. يعني نضرب مثال في الفرق بينهم مثلا في الصلاة، في الطهارة، الطهارة من الحدث ده من باب فعل المأمور، انت مأمور بالوضوء وبالاغتسال، بالوضوء ان كنت محدثا حدثا اصغر وبالاغتسال ان كنت محدثا حدثا اكبر. اما ترك النجاسة، تجنب النجاسة، فده من باب فعل المحظور، ترك المحظور ان انت مأمور انك تترك هذا المحظور اللي هو النجاسات حال الصلاة. فلو واحد صلى وهو مش متوضي وهو ناسي، هو كده ايه؟ كده غير آثم، معذور في الإثم، لكن ما زال مطالب بأنه يعيد الوضوء والصلاة تاني. لكن لو واحد صلى وعليه نجاسة وهو ناسي وبعد كده عرف، مش عليه أي حاجة خالص، عذر كامل. فعشان كده هنا تلاقي العلماء بيشددوا في مسائل النية إنها من باب فعل المأمور. تلاقي حتى كتير من العلماء يشدد في مسائل النية في تفاصيل يمكن مش مستواها على مستوى الدورة، مستوى أعلى شوية فقهي. أما فعل المحظور فالعذر واسع، سواء بقى بالخطأ أو بالنسيان أو بالإكراه أو بالجهل، العذر فيها واسع، وبيكون صوم الإنسان صوم صحيح غير مطالب بالقضاء. على الراجح إن أي عذر من الأعذار دي يدخل الإنسان على الصحيح من أقوال أهل العلم، بيكون معذور عذر كامل ويكمل صومه. هتبقى مسألة دخول اليوم وخروجه. احنا قلنا إن احنا هنمسك عن المفطرات من فين لفين؟ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. طيب سريعا كده عشان برضو ما نطولش، ايه هو طلوع الفجر الصادق؟ الفجر ده معناه انفجار ضوء الشمس في السماء. يعني ايه؟ يعني بدأنا نشوف نور الشمس ومش شايفين الشمس نفسها. عارف لما تكون قاعد مثلا في أوضة او في مكان وفي واحد جاي لك من بعيد وقاعد بيتكلم، فهو جاي من بعيد انت لسه مش شايفه ولا سامع صوته، لما يبدأ يقرب اكتر بدأت تسمع صوته وانت لسه مش شايفه، بعدين لما يقرب اكتر شفته، دخل على باب الأوضة شفته. فهو كذلك احنا بالليل الشمس مش شايفينها ولا شايفين نورها، لما الشمس تقرب من خط الأفق بنبدأ نشوف نورها ومش شايفينها هي شخصيا، او ده اسمه الفجر. بعدين لما تطلع بقى على خط الأفق بالظبط بدأنا نشوف الشمس شخصيا، اللي هو اسمها لحظة شروق الشمس. يبقى احنا عندنا فيه ليل محض اللي هو مش شايفين الشمس ولا شايفين نورها، في وقت الفجر اللي هو شايفين نور الشمس بس مش شايفينها هي، بعد كده وقت الشروق اللي هو شفنا الشمس نفسها. طيب يبقى الفجر اللي هو انفجار نور الشمس في السماء، انفجار النور في السماء. الفجر ده بيبقى فيه حاجة اسمها فجر كاذب الأول بعد كده فجر صادق. فجر الكاذب اللي هو اسمه الفجر المستطيل، يعني بيبقى لو بصيت كده خط الأفق في اتجاه شروق الشمس بيطلع نور خفيف كده مستطيل، يعني بالطول طالع لفوق. النبي صلى وصفه قال كأنه ذنب السرحان، يعني زي ديل الثعلب. بعد كده حوالي ربع ساعة تلت ساعة يروح النور اللي طالع بالطول ده ويجي مكانه نور تاني بالعرض وياخد خط الأفق كله، اسمه الفجر الصادق أو الفجر المستعرض لأنه جاي بالعرض.
او اسمه الفجر المستطير يعني المنتشر، لانه بيبقى منتشر على خط الافق كله بالعرض. الفجر الصادق ده اللي هو الفجر الثاني هو ده اللي بتنبني عليه كل الاحكام الشرعيه، يعني هو ده اللي بيدخل معاه اليوم، هو ده اللي بيبدا معاه صحه صلاه الفجر ووجوب صلاه الفجر، هو ده اللي بيبدا معاه وجوب الصيام في رمضان. انما الفجر الاول ده ملوش احكام، يعني مش هينبني عليه حاجه. فيبقى عندنا فجرين، فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الكاذب ده ملناش دعوه بيه خالص، الفجر الصادق هو اللي هنبدا نصوم معاه، اللي هو زي ما قلنا اسمه الفجر الصادق او الفجر المستعرض او الفجر المستطير يعني المنتشر. طيب يبقى هنبدا نصوم بدخول الفجر الصادق. طيب هو انا هقعد اراقب السماء؟ لا، هو انت بتسمع الاذان عرفت ان انت ايه دخل وقت الفجر، ما انت خبر المؤذن بالنسبه لك خلاص، انت عرفت ان المؤذن لما بيأذن معنى كان هو شاف الفجر الصادق لغايه غروب الشمس. غروب الشمس المقصود بيه ان قرص الشمس كله يغرب، يعني مش ان قرص الشمس يلامس خط الافق، لا ينزل كله تحت خط الافق. طبعا الكلام ده محتاج انك انت تشوفه في مكان فاضي، صحراء مثلا او البحر او كده، ان ما تبقاش انت مثلا في البيت بتاعكم وباصص على الشمس لقيتها غربت ورا البيت اللي قصادكم فتقول ده كده خلاص الشمس غربت. لا، المقصود ان هي غروب حقيقي، مش الغربت وفي بيوت وشجر وحاجات حاجزه رؤيه خط الافق بالنسبه لك. فلو الشمس فعلا غربت نزلت تحت خط الافق فكده انتهى الايه؟ انتهى الصيام. وانت طبعا برضو مش في ناس مش هتقعد تراقب، انت يكفيك سماع الايه؟ سماع المؤذن. في الغالب المؤذن لما بيأذن معنى كده ان هو ايه؟ الشمس بتكون غربت فعلا. لكن العبرة في الحقيقة بطلوع الفجر الصادق وبغروب الشمس، مش بالمؤذن. المؤذن ده مظنة ان الفجر طلع ومظنة ان المغرب ايه؟ ان الشمس غربت. لكن الحقيقة في ان العبرة بايه؟ بطلوع الفجر وبغروب الشمس. يعني لو فرضنا مثلا واحد مثلا ماشي في الطريق وجنبه مثلا خط الافق وباين قدامه صحراء مثلا او ارض متسعه ما فيهاش مباني او بحر، وسمع الاذان المغرب بودانه وشايف الشمس بعينيه لسه ما غربتش، هل ليه ان هو يفطر على اساس ان هو سمع الاذان، ولا طالما شايف الشمس بعينيه يبقى ما يفطرش؟ لا، ما يفطرش، لانه يعني طالما شايف الشمس بعينيه خلاص الاذان ده مش دليل على حاجه. الاذان هو مظنه ان الشمس غربت، لكن افرض تحقق بعينيه شايف ان الشمس هي قدامه ما غربتش، يبقى ملوش ان هو يتبع الاذان في الحاله دي. يبقى الاصل ان انت بتتبع الاذان، لكن لو تبين ليك خطأ الاذان او ان الاذان ده مثلا كان في مكان تاني او ان هو ما كانش مظبوط باي طريقه من طرق التبين، زي ما قلنا انت شايف الشمس قدام عينيك، فخلاص الواجب اتباع العلامه الشرعيه اللي هي غروب الشمس. فدي نقطة مهمة جدا، إن الأذان يتبع كمظنة لدخول الوقت وخروجه. أما عند التحقق من خطأ الأذان يبقى خلاص مش هنتبع الأذان، هنتبع مسألة إيه؟ دخول الوقت وخروج الوقت. طبعا إحنا عندنا هنا برضو مشكلة في مصر وفي معظم بلاد العربية، اللي هي إن المواقيت اللي موجودة في النتائج دي معظمها مش منضبطة، يعني بتكون قبل وقت الفجر الصادق بفترة كبيرة جدا. يعني أنا مش عايز برضو أفصل في المسألة دي كتير، بس هو الكلام ده قديم يعني من زمان، والخطأ ده متكرر يعني لدرجة أن الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنكر الكلام ده على أهل مصر، قال أن أهل مصر في زمنه كانوا بيجوا في رمضان ويأذنوا للفجر قبل وقت الفجر الصادق بتلت ساعة، وقال أن الكلام ده غلط وأن الكلام ده منكر من المنكرات وأنكره في فتح الباري. كبار علماء في العصر الحديث برضو كذلك ينكرون ذلك، يعني الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في تفسير المنار في تفسير آية سورة البقرة برضو بيقول الكلام ده، بيقول إن الوقت الفجر بيأذن في معظم بلاد العربية قبل دخول وقت الفجر الصادق في الحقيقة. الشيخ تقي الدين الهلالي ليه رسالة برضو في تمييز وقت الفجر الصادق عن الفجر الكاذب، بيقول فيه برضو إن هو زار معظم بلاد العالم الإسلامي ومعظمهم بيأذنوا قبل وقت الفجر الصادق. الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيح، الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح رياض الصالحين، الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم، الشيخ ياسر برهامي، الشيخ مصطفى العدوي، كتير جدا الشيخ عدنان العرعور، كتير جدا من الشيخ محمد صالح المنجد، كتير جدا من أهل العلم المعاصرين الأفاضل بيقرروا المسألة دي. مسألة إيه؟ إن وقت الفجر
النتائج في معظم بلاد العربية بيكون قبل وقت الفجر الصادق بفترة، حوالي مثلا يعني نحتاط على الأقل في مصر هنا أن تكون الصلاة بعد الأذان بحوالي ربع ساعة. طيب برضو أنا مش عايز أدخل في تفاصيل أكتر في مسألة الفجر الصادق دي، أو يمكن يعني إيه يبقى ليها درس مستقل كده توضح فيه أكتر. المهم إن إحنا عرفنا إن إحنا هنصوم من إمتى؟ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، غربت الشمس خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وهيجي معانا في مستحبات الصيام، إنه يستحب ليك إنك تعجل الفطر، يعني تفطر بعد غروب الشمس مباشرة، اللي هو بعد انتهاء اليوم مباشرة. إن شاء الله المرة القادمة نتناول مسألة دخول الشهر بقى وخروجه. احنا خدنا كده دخول اليوم وخروجه، اليوم بيدخل ازاي وبيطلع ازاي، هناخد بقى المرة الجاية ان شاء الله الشهر بيدخل ازاي وبيطلع ازاي، يعني ازاي نعرف ان شهر رمضان دخل وازاي نعرف ان شهر رمضان انتهى. المرة القادمة ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم بلغنا رمضان 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 رمضان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.